السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بطلابنا الأعزاء، مرحبا بمتابعينا الكرام. حتى النهاردة الحمد لله، حتى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنتكلم النهاردة عند النقطة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت، خلصنا المرة اللي فاتت كربوهيدرات. النهاردة هنبدأ في الليبت، وبنوه برضو الناس اللي مش متابعانا من الاول عشان تحصل على كل الفيديوهات، ما تتلخبطش في القناه، لان القناه متنوعه. هتدخل على قوائم التشغيل من فوق او البلاي ليست في القناه من فوق الصفحه الرئيسيه، هتلاقي قناه، هتلاقي قائمه تشغيل او بلاي ليست باسم احياء اولى ثانوي ترم اول، تمام. هتلقى الفيديوهات بالترتيب حسب تاريخ رفعها على قناة في اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن الليبيدات. الليبيدات يا جماعة، الليبيدات أي حاجة فيها دهون أو زيوت أنت بتاكلها كده وفيها دسامة كده، هي دي الليبيدات. أول حاجة هنتكلم عن التركيب الجزيئي للليبيدات، التركيب الجزيئي للليبيدات، تمام. نقرب كده الكام شوية، تمام كده. تركيب الجزيئي للليبيدات، بعد كده تصنيف الليبيدات، بعد كده أهمية الليبيدات، بعد كده نشاط عملي للكشف عن الليبيدات. يعني إيه الليبيدات؟ إحنا قلنا الليبيدات لما اتكلمنا في الأول خالص في الدرس التمهيدي، قلنا إن الكائنات الحية التركيب الكيميائي بتاعها في مواد او جزيئات بيولوجيه كبيره، اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات. اتكلمنا عن الكربوهيدرات، ادي الليبيدات. الليبيدات كلمه ليبيد يعني جايه اصلا من كلمه الانجليزيه ليبيد، معناها دهون او زيوت، تمام. طيب يعني ايه الليبيدات او التعريف بتاعها؟ هي جزيئات بيولوجيه كبيره تحتوي على عده جزيئات اصغر تسمى احماض دهنيه، وتتكون الليبيدات من مجموعة كبيرة من المركبات الغير متجانسة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الليبيدات دي يا شباب عبارة عن جزيئات بيولوجية كبيرة، تمام؟ جزيئات بيولوجية كبيرة بتتكون من وحدات أصغر منها، اللي هي مونورز. اللي هي ايه؟ مونورز، تمام؟ مونومر بتاع الليبيدات، الليبيدات بوليمر، المونومر بتاعها احماض دهنيه. احماض ايه؟ دهنيه، تمام. ومن اكتر الحاجات اللي بتتميز بيها الليبيدات زي جميع الجزيئات البيولوجيه الكبيره لجسم الانسان، تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين، تمام. والليبيدات ما بتدوبش في الميه. انت عمرك جبت كده حته زبده او سمنه او زيت وعرفت تدوبها في ميه؟ لا. لكن دايما لما في بقعه زيت يقول لك ايه؟ اغسلها بايه؟ ببنزين، او بقعه شوكولاته اغسلها ببنزين او سولر او جاز، تمام؟ ليه؟ لان السولر او الجاز او البنزين ده مذيب قطبي. مذيب ايه؟ قطبي، تمام؟ مذيب غير قطبي، مذيب غير قطبي، اما الماء مذيب قطبي. وقاعده عشان ما تنساش، جميع المركبات القطبيه بتدوب في المذيبات القطبية. يعني مركب قطبي بيدوب في مركب قطبي، المركب الغير قطبي لا يذوب إلا في المركب الغير قطبي. يعني عندي أي مركب، نعيدها تاني عشان ما تلخبطش، أي مركب قطبي عشان تدوبه لازم تدوبه في مذيب قطبي زيه، تمام. أما المركب الغير قطبي عشان تدوبه برضه لازم تدوبه في مركب غير قطبي زيه، يعني كل واحد بيدوب في اللي زيه، تمام؟ مفيش حد بيدوب في حد مختلف عنه، تمام؟ طيب، تعالى نشوف هنا معانا هنا كده. لا يذوب في الماء، الليبيدات لا تذوب في الماء وتذوب في المذيبات الغير قطبيه. ليه؟ لان الليبيدات هي نفسها غير قطبيه، يبقى لازم عشان ندوبها ندوبها في حاجه غير قطبيه. زي مين الغير قطبي؟ البنزين رابع كلوريد الكربون، تمام.
طيب، يوجد في الجسم خلايا دهنية. أنا عندي في الجسم، كل إنسان منا عنده في جسمه خلايا دهنية. إيه هي الخلايا الدهنية دي يا شباب؟ اللي هي مثلا تلاقي في الكرش كده، في منطقة الكرش، منطقة تحت الإبط، تمام، منطقة الصدر، تمام، كل الأماكن اللي هي تحس إن هي كده إيه يعني، فيها ترهلات كده، تمام، وتحت الجلد طبعا، وفي الفخذين وفي الذراعين، دي كلها فيها خلايا دهنية اللي هي بتخزن الدهون، بتحتوي على دهون. الدهون بقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ عن أحماض دهنية زائد كحوليات، تمام؟ طيب، التركيب الجزيئي للليبيدات ثلاثة أحماض دهنية زائد وجزيء جلسترول واحد، يبقى التركيب الجزيئي للليبيدات ثلاث أحماض دهنية زائد جزيء جلسترول واحد. عفوا. طيب، الجلسترول ايه هو الجلسترول ده؟ ده نوع من الكحولات. الجلسترول هو نوع من الكحولات يا شباب. طيب، الجلسترول ده نوع من الكحولات، ايه مواصفاته؟ في ثلاث مجموعات هيدروكسي، 3 او اتش، 3 ايه؟ او اتش، 3 او اتش، تمام؟ يبقى ثلاث مجموعات هيدروكسيل موجودين في جزيء الجلسترول، تمام؟ كل مجموعه منهم بترتبط بحمض دهني من دول من الثلاثه. طيب، الليبيدات بقى بنقسمها لايه؟ ننزل كده من كام تحت، تمام؟ الليبيدات بتتقسم لليبيدات بسيطه وليبيدات معقده وليبيدات مشتقه. الليبيدات البسيطه اللي هي اللي احنا عارفينها كلنا في حياتنا، تمام، بسيطة في تركيبها، تمام، من اسمها كده، دهون وزيوت وشموع، دهون وزيوت وشموع. الدهون زي السمنة الفلاحي، زي الدهون اللي بتطلع من الحيوانات كده في أضحية العيد، كان في دهون كده ولحمة بيضة، هي دي الخلايا الدهنية، تمام، والزيوت النباتية والشموع، كلنا عارفين الشموع. وعندي بعد كده ليبيدات معقدة زي الفوسفوليبيدات. الفوسفوليبيدات دي يا جماعة اللي موجودة في غشاء الخلية، في غشاء الايه؟ الخلية. طيب، ليبيدات مشتقة زي الكوليسترول وبعض الهرمونات، زي الكوليسترول. الكوليسترول اللي احنا بيبقى موجود في الدم وله فايدة، بس لو طلع زيادة عن المعدل الطبيعي أكتر من 200 مللي جرام على الديسيلتر بيبقى كده ضار. بعض الهرمونات زي هرمونات الذكورة والأنوثة، التستوستيرون والايه؟ والاستروجين، تمام؟ طيب، تعال نشوف الناحية التانية كده. هنا هنتكلم عن الليبيدات البسيطة. كده قلنا إن أنا عندي ثلاث أنواع من الليبيدات، في ليبيدات بسيطة وليبيدات معقدة وليبيدات مشتقة. طيب، الليبيدات البسيطة دي بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن تفاعل الأحماض الدهنية مع الكحولات، مع الايه؟ الكحولات، تمام؟ طيب، زي ايه؟ زي قلنا الدهون والزيوت والشموع. طيب، بنقسمهم لزيوت ودهون وشموع طبقا ليه؟ طبقا لدرجة تشبع الأحماض الدهنية ونوع الكحولات. طبقا يبقى تقسم الأحماض الدهنية، تقسم الليبيدات البسيطة معذرة لثلاث أنواع حسب درجة تشبع الأحماض الدهنية ونوع الكحولات. هنعرف يعني إيه نوع الكحولات ويعني إيه تشبع الأحماض الدهنية. تشبع الأحماض الدهنية، الأحماض الدهنية بيبقى فيها ذرات كربون مرتبطة ببعضها. لو كل ذرة كربون مرتبطة باللي جنبها برابطة تساهمية واحدة، تمام، وباقي الأربع روابط لكل ذرة كربون مرتبطة بذرات هيدروجين، دي كده بيتقال عن إن هي مشبعة، لأن ذرة الكربون كده مرتبطة من كل ناحية، تمام. أما لو ذرة الكربون مرتبطة مع ذرة الكربون اللي جنبها برابطتين تساهميتين، يعني رابطة مزدوجة، يبقى كده مش مشبعة. مش مشبعة ليه؟ لأن الرابطتين دول أنا سهل أكثر منهم واحدة، تمام؟ خلاص؟ سهل أكثر منهم واحدة وأخليها
واحط بدلها هيدروجين على ذره الكربون دي وهيدروجين على ذره الكربون ديت. ممكن امثلها لكم هنا كده اهوت، ادي ذره الكربون اللي هي ايه غير مشبعه، تمام خلاص كده، وادي كده، لان ذره الكربون ليها اربع روابط بس، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، ودي واحد اثنين، وادي اثنين هنا يبقى اربعه، دي كده ايه غير مشبعه. غير ايه مشبعه، طالما غير مشبعه يبقى اقدر اشبعها، اقدر ايه اشبعها، هروح مكسر دي كده، هروح كاسر دي كده، يبقى كده ايه هنا ناقصه واحده وهنا ناقصه واحده، اروح حاطط هنا كده وكده، يبقى انا كده حولت دهن غير مشبع، تمام ماشي، دهن زيت غير مشبع الى دهون مشبعه كده. انا كان لما كانت دي موجوده رابطه مزدوجه كان كده ايه زيت، تمام، رحت انا كاسر ديت وخليته مشبع بقى دهن، تمام، هي دي الفرق بين المشبع وغير المشبع، ماشي. يبقى نكتب نخليها هنا كده عند كلمه غير مشبعه اعمل رابطه مزدوجه، ماشي، وعند المشبعه رابطه احاديه، تمام. طيب يبقى انا كده قسمتهم على حسب درجه تشبع الاحماض الدهنيه ونوع الكحولات. طيب الزيوت هي عباره عن دهون سائله في درجه حراره العاديه، يعني سائل الزيوت احنا عارفين انها سائله في الدرجه العاديه، تمام، عباره عن ايه احماض دهنيه غير مشبعه، يعني في رابطه مزدوجه، رابطتين تساهميتين بين ذرات الكربون، زائد جليسرول. زائد ايه جليسرول؟ زي مين؟ زي الزيوت اللي بتغطي ريش الطيور المائيه، عشان تطير الطيور المائيه لما تنزل الميه ما الريش بتاعها ما يتبللش وتغرق. طيب الدهون، الدهون هي مواد صلبه في درجه الحراره العاديه، الدهون احنا عارفين انها دايما متجمده وصلبه كده، وهي احماض دهنيه مشبعه زائد جليسرول، وان مشبعه يعني ايه؟ يعني ذره الكربون بينها وبين اللي جنبها رابطه احاديه، تمام؟ مشبعه من كل الاربع رابط. طيب الدهون زي مين الدهون؟ زي الدهون المتخزنه تحت الجلد في بعض الحيوانات زي الدب القطبي وزي الانسان، يعني انثى الانسان عندها دهون كتير تحت الجلد، تمام؟ طيب تعمل عزل حراري وذلك للحفاظ على درجه حراره الجسم في الاماكن شديده البروده. طيب تعالى بعد كده الشموع او الواكسز، دي مواد صلبه في درجه الحراره العاديه، احنا عارفين الشموع، الشموع ديت اللي هي ايه؟ الشمع اللي احنا بنستخدمه او شمع البرافين او جميع انواع الشموع بقى، والزيوت التشحيم اللي هي بتبقى صلبه شويه ديت. طيب بتتكون من ايه الشموع؟ ركز هنا بقى معايا، احماض دهنيه ذات اوزان جزيئيه عاليه، ركز، درجه تشبع الاحماض الدهنيه فرقتنا بين الزيوت والدهون، تمام، هنا زائد ايه بقى؟ كحولات احاديه الهيدروكسيل، هنا قال لي هنقسمها طبقا لنوع الكحولات، قال لي هنا كحولات احاديه الهيدروكسيل، هنا ثلاثيه الهيدروكسيل، تمام، وهنا ثلاثيه الهيدروكسيل، تمام. يبقى لما يقول لك ايه الفرق بين الشموع والدهون والزيوت هنقول له الشموع احاديه الهيدروكسيل تحتوي على كحولات احاديه الهيدروكسيل، اما الدهون والزيوت ثلاثيه الهيدروكسيل، تمام، ونقول له ان الزيوت عباره عن احماض دهنيه غير مشبعه، اما الدهون احماض دهنيه مشبعه، والشموع احماض دهنيه ذات اوزان جزيئيه عاليه. طيب الشمع زي مين؟ زي اللي بيغطي اوراق النبات وخاصه ورق النبات الصحراوي عشان يقلل عمليه فقد الماء خلال عمليه النتح، النتح ده اللي هو ايه؟ الميه لما بتطلع من الثغرات اللي في ورقه النبات، تمام؟ طيب تعالى نشوف سؤال هنا كده بيقول لي تتشابه الشموع مع الدهون في ايه؟ الشموع والدهون الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ ركز معايا كده، عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين في كل واحد منهم، ولا الاثنين بيدوبوا في ربع كلوريد الكربون، ولا وجود ثلاث مجموعات هيدروكسيل في تركيبهم، ولا وجود مجموعه هيدروكسيل واحده في تركيبهم؟ هو بيقول لي مين هنا؟ الدهون والشموع. طب تعالى ناخدهم واحده واحده كده، وجود مجموعه هيدروكسيل واحده في تركيبهم، الدهون فيها مجموعه واحده؟ لا دي فيها ثلاث مجموعات. طيب الشموع فيها مجموعه واحده، يبقى دي مجموعه واحده ودي ثلاث مجموعات، يبقى دي غلط،
دي ايه؟ غلط. طيب تعالى اللي بعدها، زي ما دايما بقول استفيد من السؤال وحتى من الاجابات الغلط عشان ممكن تجي لي سؤال بصيغه تانية بنفس المحتوى العلمي. تعالى اللي بعد كده، بيتشابهوا الاثنين في وجود ثلاث مجموعات هيدروكسيل؟ قلنا لا، قلنا خلاص الشموع فيها واحده والدهون فيها ثلاثه، يبقى الاثنين ما بيتشابهوش خلاص في اي حاجه من ناحيه الهيدروكسيل. فتعالى للذوبان في ربع كلوريد الكربون. ربع كلوريد الكربون ده ايه؟ ربع كلوريد الكربون ده مذيب غير قطبي. مذيب غير ايه؟ قطبي. مذيب غير قطبي، خدناه اهوت تمام اهو. ربع كلوريد الكربون هو البنزين من المذيبات الغير قطبيه اللي بتدوب فيها الليبيدات. الله، طب ما احنا كده حليناها كده. ايه حليناها ليه؟ لان الشموع والدهون الاثنين ليبيدات، الاثنين بيتشابهوا انهم ليبيدات، والاثنين ايه؟ بيدوبوا في المذيبات الغير قطبيه، والربع كلوريد الكربون من المذيبات الغير قطبيه، يبقى هي دي الاجابه الصح. تمام؟ طيب عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين في كل منهم؟ لا طبعا. تمام؟ لان عندي الشموع احماض دهنيه ذات اوزان جزيئيه عاليه فيها ذرات كربون وهيدروجين واكسجين اعلى بكتير من الدهون. وبكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو ده، واتمنى ان الجميع يكون استفاد. ولو استفدت اكتب لنا اسئلتك وكل استفساراتك وتعليقاتك وتحفظاتك وانتقاداتك واعجابك في كومنت، وشير القناه ودوس لايك ودوس سبسكرايب اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش دايما طول ما انت حياتك قول الحمد لله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.